دعا الرئيس عبد الفتاح السيسي المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات أكثر طموحا في مؤتمر المناخ بدبي، إضافة إلى توسيع نطاق المشاركة المجتمعية. كما شدد الرئيس السيسي على ضرورة تفادي الأفعال الأحادية التي لا تراعي ما سوى المصالح الضيقة. جاء ذلك خلال كلمة الرئيس السيسي أمام الجلسة الافتتاحية الخاصة بإلقاء البيانات الوطنية، حيث أشاد الرئيس السيسي بحسن التنظيم مؤكدا ثقته الكاملة في قدرات دولة الإمارات على الإسهام الفاعل في تحقيق أهداف هذه الدورة. السيدات والسادة، إننا نؤمن بأن تحقيق هذه الأهداف هو أمر ممكن إذا عملنا معا بروح التعاون والمشاركة، ولذلك ندعو المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات أكثر طموحا في مؤتمر دبي، إضافة إلى توسيع نطاق المشاركة المجتمعية مع تفادي الأفعال الأحادية التي لا تراعي سوى المصالح الضيقة. وأنني أتطلع لأن نخرج من مؤتمرنا هذا بإطار دولي معزز لتطوير التعاون وتوجيه الدعم المالي والتقني المطلوب للدول النامية.